الوربات، وربات هنعملها بالقشطه الطازه، بس طبعا لو انتوا عايزين تعملوا قشطه عاديه عادي بتقدروا. طيب علشان نعمل الوصفه بتاعتنا عايزين عجينه جلاش، عايزين نص كوبايه سمنه، قشطه طازه، شربات، وللوش عايزين فستق مجروش، عايزين زي ما انتوا عايزين. طيب دلوقتي اول حاجه هنعملها عايزين نسيح شويه السمنه بتاعتنا. احنا مش هنعوز طبعا نص كوبايه، نص كوبايه كتير جدا، بس يعني يمكن نعوز بس ثلاث معالق، ربع كوبايه كفايه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الجلاش بتاعنا اهو، هنفرده كده هنا، بهذا الشكل. ممكن تعملوها يعني حسب ما بتحبوا انتوا السمك، بتقدروا تعملوا عدد الورق يعني حسب ما بتحبوها، قد ايه سميكة، قد ايه ارفع شوية، زي ما انتوا عايزين. طيب هنعمل ايه دلوقتي يا حبايبي؟ انا النسخة اللي انا عاملاها بنص كمية الورق ده، اوكي؟ خلونا نعمل دي تخينة شوية. طيب هناخد الورق بتاعنا يا جماعة وندهن كده بين الورق. شوفوا في طريقتين يتعمل بيها الوربات، يا اما بندهن بين الورق، يا اما بنحطه من غير ما ندهن بيه وبنغرق الصينية سمنة، بنغرقها بمعنى بنغرقها. واللي بيفضل بعد كده في الاخر، يعني بنخلي الوربات عايمة في السمنة، واللي بيفضل في الاخر هو اللي بنصفيها تاني، بنصفيها من السمنة، فيعني زي ما انتوا عايزين. دلوقتي احنا هندهن الوربات بتاعتنا، هندهن الجلاش. خليني انا بحب احط اتنين وادهن، اتنين وندهن. خلاص احنا كده ممكن نكتفي بهذا القدر، حطينا كويس يعني، خلاص كفاية كده. هنبتدي بقى دلوقتي نقطعها، المهم عندي انها تبقى متقطعة مربعات، يعني المهم نقطعها مربعات. ها تمام كده 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 كده، يلا بينا. خلاص اخر حاجة دول، يلا تعالوا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد السكينة بتاعتنا ونبتدي نقطع الوربات بتاعتنا مربعات، انا عايزاها تبقى مربعات، تمام؟ لو اسهل عليكم انكم تعملوها بالسكينة اعملوها بالسكينة. خليني بس اسوي الاطراف الاول، قصدي اسفة بالمسطرة، قصدي لو اسهل عليكم تعملوها بالمسطرة قيسوا بالمسطرة واعملوها. يعني انا النسخة اللي احنا عاملينها انا عاملاها بالمسطرة 9 سنتي، 9 سنتي، قطعتهم كلهم بطول وعرض 9 سنتي. هنقطع الاطراف كده علشان تبقى متساوية كلها. شوفوا بقى انتوا عايزينها بقد ايه، انا عملتها 9 زي ما قلتلكوا، فلو عملناها 9 هتبقى بالحجم ده تقريبا من هنا. لا دي مش مظبوطة، خلينا نظبط دي، وادي 9 هنا، خلينا نعمل كده. خلاص ممكن انتوا بقى تعملوها بالنظر كده، وممكن تعملوها يعني زي ما انتوا شطارتكوا، انتوا وشطارتكوا. خلاص نقول دي كمان 9 هنا اهي، اوكي. خلاص بعدين هنقطعها مربعات كمان 9، يعني هنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ خليني اوريكو. هناخد المربعات بتاعتنا، المربعاية دي فين الصينية؟ الصينية اهي، برضو هنحط في
الصينية بتاعتنا شوية سمنة زي ما قلت لكم، دي لو عاملينها من غير ما نحط جوه سمنة بنملى الصينية سمنة لغاية ما يعني تبقى عايمة كده فيها، وبس نخلص بنصفي السمنة اللي احنا حطيناها. هناخدها بقى كده زي ما انتوا شايفين اهي، ثانية واحدة كده وكده اهي كده، وهاخدها هعملها بالشكل ده كده اهو كده شايفين كده، ونحطها كده هنا، نعمل بقى فيهم كده كلهم نفس الحركة دي كده، ونحطها وهنرجع بقى ندهنهم تاني كلهم بالسمنة. دول هيخشوا الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما يستووا عندنا ويحمروا. دلوقتي هنحطهم مع بعض وهيخلصوا مع بعض، يعني هوريهم لكم لما يخلصوا هيبقوا عاملين ازاي. هنحطهم في الفرن ونستناهم يستووا مع بعض، دول غير النسخة اللي احنا اوريدي مجهزينها. بس استنوا علشان النسخة اللي احنا عاملينها انا قلت لكم عاملاها بنص كمية الورق، علشان اللي ما بيحبش يبقى فيه كتير ورق في فيها. طيب هدهنها دلوقتي بالسمنة وادخلها الفرن السخن على درجة حرارة 180 عشان كل الطوابق اللي عندنا تتحمر اهي. اول ما طلعت بقى دلوقتي من الفرن كده هروح جايبة الشربات اللي عندنا وحط عليها شربات، وهي سخنة شربات بارد. هنسيبها بقى شوية كده وبعدين هنفتحها من النص وهنحشيها بالقشطة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ لازم نستناها طبعا لما تبرد، بس دي يعني دافية. شوفوا طعم بقى، مش عايزة اقول لكم. قشطة طازة، قشطة طازة احلى حاجة، احلى حاجة القشطة الطازة. من النص كده هروح جايبة القشطة اللي عندنا كده ونحطها بهذا الشكل. طبعا هي بتاخد قشطة يعني كويس، بتاخد كمية لطيفة يعني كده. نضغطها شوية تمام. هاجي بقى انتوا حرين بعد كده هتعملوا ايه. انا هاخد شوية مكسرات، اي مكسرات انتوا عايزينها، وهحطها بالشكل ده تمام. وده هيكون شكل الوربات بتاعتنا اهي بهذا الشكل.